أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر كانت من طليعة الدول التي اتخذت منهجا متوازنا في التعامل مع الجائحة من خلال استمرار عجلة الإنتاج والتنمية لتحقيق طفرة رغم انكماش اقتصاديات العالم. وفي هذا الصدد أكد مدبولي أن الدولة استطاعت تنمية صادراتها في ظل الجائحة. نرجع كده ونستوقف احنا عملنا كل الكلام ده في إطار ظروف استثنائية، في إطار ظروف جائحة موجودة على مستوى العالم. شفنا انكماش للاقتصاديات على العالم كله والنهارده مش فقط انكماش في اقتصاديات ويمكن غلق لصناعات كثيره على مستوى العالم، احنا مصر كانت واخده من البدايه منهج اخر متوازن شجعنا القطاعات الصناعيه والقطاعات التصدير علشان تحقق مش فقط انها تبقى ولكن كمان تحقق طفره وتحصل تقدم.